الوصيل روح الجمالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى يفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل قد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، وعلى سيدة النساء والبتولة العذراء المعصومة المحدثة الغراء، أم الأئمة النجباء الكبراء، الإنسية الحوراء، فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي الليلة في رحاب سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين في مؤتمرها، مؤتمر الزهراء عليها السلام، تحت عنوان اعلموا أني فاطمة. السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. سأكتفي بسطور حول سيرتها العطرة صلوات الله وسلامه عليها. ولدت فاطمة عليها السلام بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس سنين، وتوفيت عليها السلام ولها 18 سنة و75 يوما، وبقيت بعد أبيها صلى الله عليه وآله 75 يوما. فمن ذلك من أسرار مولدها الشريف ما رواه أصحاب التواريخ، أن خديجة لما حضرتها الولادة بعث الله عز وجل إليها 20 من الحور العين بطشوت وأباريق وماء من حوض الكوثر، وجاءتها مريم بنت عمران وسارة وآسيا بنت مزاحم، بعثهن الله يعينها على أمرها. فلما وضعتها أشرقت الدنيا وامتلأت منها الأقطار بالطيب والأنوار، وفاح عطر العظمة وامتلأت بيوت مكة بالنور، ولم يبق في شرق الأرض وغربها موضع إلا أشرق فيه ذلك النور، وظهر في السماء نور أزهر لم يكن قبل هذا. وقالت النسوة خذيها يا خديجة، طاهرة معصومة بنت نبي، زوجة وصي، نور وضي، عنصر زكي، أم أبرار، حبيبة جبار، صفوة أطهار، مباركة بورك فيها وفي ولدها. قالت أم سلمة رضي الله عنها، كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أشبه الناس وجها وشبها برسول الله صلى الله عليه وآله. وقال الإمام الصادق عليه السلام في تفسير إنا أنزلناه في ليلة القدر، الليلة فاطمة والقدر الله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، إن فاطمة شجنة مني، يؤذيني ما آذاها ويسرني ما سرها، وإن الله تبارك وتعالى يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. قالت فاطمة الزهراء عليها السلام في خطبتها، وكنتم على شفا حفرة من النار، مضغة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون القدة أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله تبارك وتعالى بأبي محمد. الله صل على
صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. الزهراء عليها السلام أم أبيها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقها، ولا زلنا نعيش أيامها، وتجديدا وتخليدا لذكراها نحيي بهذه الليالي الثلاث المؤتمر الثاني للزهراء عليها السلام، والذي نستضيف فيه نخبة من العلماء الأجلاء والشعراء والمنشدين، ونبدأ مؤتمرنا بورقة بحث يقدمها سماحة الشيخ علي بحسون من لبنان. ولد سماحته في عام 1963 ميلادية، وبدأ دراسته الحوزوية في بداية الثمانينات في معهد الشهيد الأول للدراسات الإسلامية تحت رعاية سماحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله، ثم هاجر إلى قم المقدسة في سنة 82 ميلادية من أساتذته الأعلام في قم المقدسة عشوا آل محمد عليهم السلام، الشيخ مصطفى الهرندي والسيد أحمد المددي والشيخ حسين النجاتي والشيخ حسن رميثي، ثم عاد إلى وطنه لبنان وحضر بحث الخارج عند سماحة السيد جعفر مرتضى والشيخ حسن رميثي. قام بتدريس الكفاية 6 مرات، والرسائل مرة واحدة، والمكاسب مرتين، وغير ذلك من دورات علمية مختلفة ومتعددة. من مؤلفاته دورة كاملة في قواعد علم الرجال، له شروح متعددة على أبواب من اللمعة الدمشقية كالخمس والزكاة والحج، وله كتاب في تنزيه النبي عن شرك الآباء ألفه بطلب من السيد المحقق جعفر مرتضى العاملي. محاضرنا لهذه الليلة مسؤول مكتب سماحة آية الله العظمى بشير النجفي في لبنان وسوريا، وهو حاليا المدير الإداري في إدارة التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، ومدير إدارة التبليغ الخارجي أيضا. فليتفضل سماحة الشيخ علي بحسون بإلقاء محاضرته مشكورا مسبوقا بالصلوات على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وقعت فعلا في حيرة من أمري، وأنا العبد لسيدة الوجود فاطمة، كيف يمكن لمثلي أن يكتب في سيدة الوجود التي جعلها خالقها جل وعلا المحور لوجود كل موجود، إلا أنني وجدت نفسي رافضا أن أكون عبدا آبقا متمردا على مولاته، فشمرت عن ساعدي متناولا قلمي سائلا مولاي تعالى أن يوفقني ويسددني في خدمة مولاتي صلوات الله عليها، لأحظى بنعيم خدمتها، فما كان مني إلا أن أكون في خدمتكم لأنال رضا ربي تعالى بالمشاركة في هذا اللقاء المبارك الميمون. وقد سميت بحثي هذا الزهراء عليها السلام بين النظرة الولائية ورياح العصبية. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وما محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم،
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العلي العظيم. فالآية الكريمة تتحدث عن انقلاب عظيم يأخذ بأصحابه إلى الهاوية ويخرجهم من الإيمان إلى الكفر، لما في هذا الانقلاب من ترك لرسالة النبي صلى الله عليه وآله. ولذا كان التعبير بالرسالة في الآية دون النبوة، وقد أخرجت الآية كل من انقلب عن كونه شاكرا لله تعالى على تلك النعمة العظيمة الحاصلة عند إكمال الدين، مع أن في الآية المباركة إشارة لطيفة إلى أن هذا الانقلاب هو حرب على الله تعالى، كاشفا عنها قوله تعالى فلن يضر الله شيئا. وعليه فإن انحياز الناس عما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وترك إطاعته بما أوصى مع وضوح ما جاء به يشكلان خسارة كبرى لعدم وجود الوسطية بين الرسالة وعدمها، كما في قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. إنما أردت أن أصدر بحثي هذا بهذا المعنى من الانقلاب الخطير، لنسأل ما الذي يعصمنا من الوقوع فيه. من الطبيعي عند كل ولائي أن يكون الجواب هو التمسك بأهل البيت صلوات الله عليهم. نعم هذا صحيح لا شبهة فيه، لكن لا يتم إلا بمعرفة عناصره، وهي تحتاج إلى ما يربط بينها لتكتمل الحجة في المقام. وهذا ما دعاني وأنا في خدمتكم أن أتحدث عن العنصر الأساس في مقام اكتمال الحجة. ونحن إذا ما رجعنا إلى الأدلة فإننا نجد بوضوح أن العنصر الأساس هو وجود مولاتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فما من موطن ظهرت فيه الحجة إلا وكان للزهراء سلام الله عليها دور بارز في إظهارها. فالنبي صلى الله عليه وآله لما دأب يبين فضائل أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن ذلك بمعزل عن بيان مقام الزهراء عليها السلام، وهذا واضح فيما ورد من النصوص التي رواها الفريقان. ويكفينا في هذا المجال ما جاء به حديث الكساء المتواتر سندا، ومحصله أن الحجة لم تكتمل مع وجود النبوة والإمامة إلا بوجود الزهراء سلام الله عليها. فحينها خاطب الباري تعالى ملائكته مبينا فضائل الخمسة صلوات الله عليهم، بل إن الله تعالى جعلها سلام الله عليها متمم الحجية في النبوة والإمامة، وهذا ما يكشف عنه الغطاء جواب الباري تعالى لما سأله جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت السماء، فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها.
اللهم صل على محمد وآل محمد. فتقديم ذكرها صلوات الله عليها لم يكن مجردا عن الحكمة والغاية الإلهيتين، كيف والقائل هو أحكم الحاكمين والناطق هو حامل الوحي ومظهره. وهنا اسمحوا لي أن أدعي أن آية التطهير بعد دلالتها على عصمة ذواتهم صلوات الله عليهم لا يبعد أن تكون دالة على عصمة النبوة والإمامة بالزهراء سلام الله عليها، بمعنى أنها هي التي حفظت النبوة والإمامة من الاندراس، وهذا واضح جلي بالدور الذي قامت به بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، وما خطبتها صلوات الله عليها في مسجد أبيها إلا بيان واضح في حفظ النبوة التي حاول القوم أن يحققوا ذلك الانقلاب الخطير بإبعاد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى عمدوا إلى محو أحاديثه فسنوا سنة الجلد لكل من وجدوا عنده حديثا لرسول الله صلى الله عليه وآله. وما وقوفها عند الباب لما جاء القوم يطلبون البيعة من أمير المؤمنين علي عليه السلام إلا دفاع عن الإمامة التي بها يحفظ التوحيد والنبوة، ومن هنا تسقط كل التفاهات القائلة كيف يمكن أن تواجه الزهراء القوم وعلي عليه السلام في البيت. وإن حاول البعض إدخال بعض نساء النبي في آية التطهير لكنها محاولة لم تنجح، لأن الواقع يكذبها، ولأن ما ورد في تفسير آية المباهلة يبين بوضوح من المقصود من أهل البيت عليهم السلام في آية التطهير. فقد روى الكثير من علماء المسلمين من غير الإمامية أن آية المباهلة المقصود فيها علي وفاطمة والحسن والحسين، ولم يذكروا غيرهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا ابن الأثير يروي في أسد الغابة عند نزول آية المباهلة أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. ومثله مسلم والترمذي والحافظ الذهبي، بل إن مسلما روى عن سعد بن أبي وقاص أنه قال لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. فهذه الكلمات واردة في مقام البيان الذي يقتضي الحصر، فإن التعداد في مقام البيان يقتضي الحصر كما لا يخفى على أهل العلم أمثالكم. ويؤكد هذا أيضا أن ابن كثير روى في تفسيره عن جابر أن نزول آية التطهير كانت في حق الخمسة صلوات الله عليهم دون غيرهم، مضافا إلى أن مضافا إلى هذا كله أن الآية لم تخاطب نساء النبي أصلا، وإنما كان الخطاب في البداية موجها إليه صلى الله عليه وآله: يا أيها النبي
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، إلى آخر آيات الكريمة. فما زال الخطاب موجها إليه صلى الله عليه وآله إلى أن قال الله تعالى مخاطبا ذاك النبي صلى الله عليه وآله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، بمعزل عما جاء به علماؤنا الأعلام جزاهم الله خيرا، أن هذه الآية وردت بميم الجمع الدالة على جمع المذكر، وهي لم ترد في نون النسوة حتى تكون الآية قد خاطبت نساء النبي. لا، بمعزل عن هذا، وأن كان هذا دليل معتبر بلا شك، لكن أصل الخطاب كان للنبي صلى الله عليه وآله، وبقي الخطاب موجها إليه حتى قالت الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فهي تخاطب ذات النبي ولا تخاطب نساءه صلى الله عليه وآله. نعم، لقائل أن يقول إن قوله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، إلى آخر الآيات، فهذا الخطاب وقع بين خطاب النبي الموجه إليه صلى الله عليه وآله وبين آية التطهير، فهذا يعني أن نساء النبي كن مقصودات بهذا الخطاب. فنقول لقال أن يقول إن نساء، إن قوله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، إلى آخر الآية، لا تدل على هذا، بل تدل على أن الخطاب صار موجها إلى نفس النساء، وآية التطهير جاءت بعدها، خصوصا أن الآية لم تقل يا نسائي، وإنما قالت يا نساء النبي. قلت إن إضافة النساء إلى لفظ النبي صلى الله عليه وآله دون ياء المتكلم يا نسائي لا تدل على هذا، إذ كان المراد تذكيرهن بإضافتهن إليه كي لا تنعكس تصرفاتهن سلبا على رسول الله صلى الله عليه وآله في نظر الناس، وهذا أمر شائع بين الناس، فكانت الإضافة إلى النبي لتأكيد هذا المعنى. ومن الواضح أن قواعد علم النحو محكومة للعلل البلاغية كما لا يخفى. والذي يؤكد ما قلناه أن قوله بعد الانتهاء من مخاطبة النساء: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، إلى آخر الآية، هذا الخطاب لم يبدأ بالنداء: يا أيها النبي قل له أمسك، لا أبدا، إذ تقول، ما زال الخطاب موجها إليه صلى الله عليه وآله. فهذا يعني أن قوله تعالى يا نساء النبي كالجملة الاعتراضية من باب الالتفات لأهمية حفظ مقام النبوة بأن لا يتصرف نساؤه تصرفا سلبيا ينعكس على حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. فالآية إذن لا تشمل غير الأنوار الخمسة صلوات الله عليه. وهنا اسمحوا لي هذه اللطيفة أن أستعير ما ذكره كاشف الغطاء قدس سره عند مناقشة دلالة آية النبأ على حجية خبر الواحد. قال: لو أوردوا على دلالتها على حجية خبر الواحد 1000 إشكال لبقيت دالة على حجية خبر الواحد، لأقول إن آية التطهير لا تدل على طهارة غير الأنوار الخمسة صلوات الله عليهم، بل هي تدل على حصر الطهارة فيهم، حتى لو اجتمع العالم كله ليغيروا هذه الحقيقة لما استطاعوا. في نهاية المطاف، فإن الآية تدل على عصمتهم صلوات الله عليهم دون غيرهم،
وتدل أيضا على أن الزهراء عليها السلام هي التي عصمت النبوة والإمامة من الاندراس كما أسلفناه سابقا. لكننا نسمع في بعض الأحيان استغرابا واستهجانا عندما تقرأ بعض الروايات التي تبين قدسية الزهراء صلوات الله عليها. منها الروايات المعروفة المشهورة فاطمة حوراء إنسية، فاطمة حوراء آدمية. سمعت قبل فترة على إحدى الفضائيات أن هذه سخافات، استغفر الله، ناقل الكفر ليس بكافر، أن هذه سخافات وهذا غلو، وعلينا أن نتخلى عن هذه الروايات وأن نضرب بها عرض الجدار. للأسف أن القائلين هذه المقولة ينتمون إلينا بالظاهر، لكن المشكلة أنهم لم يتفقهوا معنى هذه الروايات، لأنهم كانوا وما يزالون يشربون من مياه آسنة أخذت منهم عقولهم وحل محلها غرائز الأنا. وهنا اسمح لي أن أضع الإصبع على المشكلة لأجل أن نتخلص من مشاكلنا كلها. المشكلة الوحيدة التي تجعل المرأة يتخلى عن هذه الروايات وهو لم يقدر على فهمها أنه لا يريد أن ينسب العجز إلى ذاته والجهل إلى ذاته، فيحاول أن يبين أن في هذه الروايات ضعفا وأن في هذه الروايات خللا، والحال أن الضعف والخلل فيه وليس في الروايات. فلذا لأنه محكوم للأنا وهو لم يتحرر من قيد الأنا فيلجأ إلى التقليل من أهمية أهل البيت عليهم السلام لأجل أن يظهر أنه العالم العلامة الفاضل المفضال، وأنه ليس هناك أحد يعلم إلا هو. هذه مشكلة نعيشها ويعيشها الكثير في مجتمعاتنا. أمير المؤمنين الأوحد علي عليه السلام سئل: يا أمير المؤمنين، أيهما أحب إليك، الجلوس في الجنة أم الجلوس في المسجد؟ قال: الجلوس في المسجد أحب إلي من الجلوس في الجنة. قالوا له: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن الجلوس في الجنة فيه رضا نفسي، أما الجلوس في المسجد ففيه رضا الله، وأنا آثر رضا الله على رضا نفسي. علما أيها الأخوة الكرام أن رضا الله
في رضا علي عليه السلام، وأن ذاته مقدسة، ومع ذلك رفض أن يكون الطريق من عنده من دون أن يوصلنا هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، رفض. كيف بالواحد منا الذي لا يفقه مسألة أو مسألتين إذا ما سئل، وهو يريد أن يظهر على حساب أهل البيت عليهم السلام؟ هذه المشكلة هي أساس مشاكلنا في حياتنا، في مجتمعاتنا، هي أساس الظلم الذي حل على أهل البيت عليهم السلام. لما؟ لأن كل النصوص التي رواها الفريقان مجمعة وواضحة وكاشفة عن أن أهل البيت عليهم السلام ليس لأحد مقام كمقامهم صلوات الله عليهم. لكن المشكلة ليست في قراءة النصوص، لأن الناس كلهم لو التزموا بهذه النصوص لما وجدت مدارس متعددة ومذاهب متشتتة في الإسلام، لأن الإسلام هو ما جاء به رسول الله ووضعه عند أهل البيت عليهم السلام. لكن المشكلة في رياح العصبية التي أخذت بالناس مأخذها وأودت بهم إلى الحضيض، فهي التي جعلت الناس يقرؤون الروايات ولا يفقهوها، وإن تفقهوا بها فإنهم انحازوا عنها، لأن المصالح الذاتية لا تتناسب مع الاعتقاد بمقام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالمشكلة ليس أن النصوص ليست موجودة أو أنها لا تقرأ، المشكلة أننا لا نريد أن نفقه النصوص لنعمل بها ولنقول للناس اعملوا بهذه النصوص، لأن الحق سوف يظهر ويبان وتتغير كل المخططات التي جاء البعض لأجل أن ينفذها بين الناس وفي مجتمعاتنا. لذلك على الناس كلهم، ونحن ندعو الناس كلهم، والناس كلهم يعني رفعا ونصبا وجرا، مأمورون بالرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام. ولا عذر لأحد بعد اليوم أن يحتج يوم القيامة أمام الله تعالى ليقول لم نسمع بأهل البيت ولم نعرف أهل البيت ولم نقرأ عن أهل البيت عليهم السلام. فلذا مولاتنا فاطمة صلوات الله عليها جرت على هذه الطريقة، قطعت كل الأعذار عندما خرجت في خطبتها التاريخية في مسجد أبيها لتبين الجهة الصحيحة التي يجب على الناس أن يتجهوا إليها كي تكون أعمالهم مقبولة ومعاملاتهم صحيحة، ولأجل أن يحصلوا على طهارة في ذواتهم باتباعهم لأهل الطهارة صلوات الله عليه. هذا ما أحببت أن أكون فيه بخدمتكم اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الغفران، وأن لا يميتنا إلا على ولاية محمد وآل محمد، وأن لا يخرجنا من الدنيا حتى يرضى عنا، وأن يجعلنا فدائيين لهذا المذهب الشريف، مذهب أهل البيت عليهم السلام. نشكر سماحة الشيخ علي بحسون على هذه المحاضرة الطيبة القيمة، ونفتح مجال لأسئلة الحضور. السؤال الأول عندنا هنا،
هلك الضال المضل وما زالت مقولاته مستمرة في إضلال الناس، هل هي مدرسة؟ في الواقع هذه مدرسة حسب ما أعتقد وتبعت، تأسست في بداية الخمسينيات، وهيئ بعض الناس لأجل إبعاد الناس عن مذهب أهل البيت عليهم السلام، لأن البقاء مع أهل البيت صلوات الله عليهم لا يتناسب مع تحقيق مصالح دنيوية عظيمة، فهذه المقولات إلى الآن لم تصل إلى درجة أنها صارت مدرسة، خصوصا أن هناك الكثير من المخلصين لأهل البيت عليهم السلام ومن المحققين الكبار فضحوا زيف هذه المقولات، وأنها مبنية على وهم وعلى وهن وعلى ظنون لا تسمن ولا تغني. وأنا في اعتقادي من أراد التوسعة في هذا المجال من باب الإنصاف، وأنا ذكرت في بحثي هنا أن ما ذكره سماحة العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي حفظه الله وألبسه ثوب العافية في كتابيه مأساة الزهراء وخلفية المأساة فيه الغنى والكفاية في هذا البحث وفي هذا المجال. قد يكون الرجل غاب عنه شيء في النهاية العصمة لأهلها، ولكن في مجال الرد والصد أعتقد أن ما ذكره السيد فيه الكفاية والغنى في هذا البحث، ونحن يعني عندنا يقين على كلمة المدرسة، عندنا يقين أن مدرسة أهل البيت عليهم السلام هي المدرسة الوحيدة الجامعة لكل القيم البشرية التي توصل الإنسان إلى رضا الله، والتي تؤهله لأن يكون في خدمة هذا الدين. واطمئنوا، والتاريخ خير شاهد على ذلك، فقد جاء في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: نحن بنو هاشم أهل بيت، ما عادان بيت إلا خرب، وما عوان كلب إلا جرب. هذا أمر محسوم، هذا الدين الذي كان ثمنا له رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وكل أهل البيت عليهم السلام، هذا المثمن الذي يكون ثمنه هذا الشيء لا يمكن أن يزول هكذا. إذا رأينا فلانا قال وفلانا نطق عن هوى وفلان أراد أن يضلل الناس، هذه تفاهات وسخافات لا قيمة لها. وأنتم تدركون وتعلمون أن مذهب أهل البيت عليهم السلام على مر التاريخ مهما حاول الناس أن يضعفوا من قيمته فإنه لا يمكن، لأنه هو المقصود بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا بيد الله سبحانه وتعالى. كل مسيرة الأنبياء من زمن آدم إلى زماننا هذا، كل هذه المسيرة من أولها إلى نقطة وصولها إلى اليوم كلها كانت مقدمة، ثقوا بالله، هذه مقدمة لأمر واحد وهو بيان وظهور الإمامة الكبرى التي يتحقق فيها الخلافة الحقيقية لله سبحانه وتعالى. فلا يمكن
فهذه لا ليست هي مدرسة ولن تتحول إلى مدرسة. نعم تتحول إلى مدرسة آسنة، مدرسة ضلال ممكن، ولكن هذا لا يؤثر عليه. ما معنى قول المعصوم عليه السلام وفاطمة حجة علينا؟ هل يستلزم ذلك بأن الزهراء عليه السلام أعلى مقام من النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟ في الواقع هذا الحديث لا يقصد منه أن الزهراء عليها السلام هي أعلى شأنا من رسول الله أو من أمير المؤمنين علي عليه السلام. ولذا اسمحوا لي أن أبين مسألة. من جملة الروايات التي لم يفقهها الكثيرون هذه الرواية المشهورة جدا، وهي للأسف نحن أظهرناها، وهي عندما رويت عن رسول الله أكد صلى الله عليه وآله أن لا تشاع بين عامة الناس، ولكن الفضائيات لم تبقي ولم تظهر، أظهرت كل شيء اليوم. على كل حال فنحن جريا على ما هو شائع أريد أن أذكر هذه الرواية. حديث قدسي معروف مشهور في بيان هذا المعنى الذي ذكر في السؤال. يا أحمد لولاك ما خلقت الأفلاك، ولولا علي ما خلقتك، ولولا فاطمة ما خلقتكما. رواية مشهورة جدا. للوهلة الأولى قد يظن البعض عجيب، من المعقول أن علي عليه السلام هو علة لوجود رسول الله ولولا علي ما خلقتك؟ عجيب هذا. وأن فاطمة علة وجودهما صلوات الله عليهم؟ نقول لا، في الحقيقة ليس هذا المقصود. المقصود هو التالي، أن الغاية من وجود رسول الله صلى الله عليه وآله ما هي؟ كونه رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني حامل الرسالة. وليس هناك غاية في من وجود رسول الله تسمو هذه الغاية أبدا. وما كان محمد أبا أحد من رجالكم لكن رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الرسالة. الله صلى على محمد وآل محمد. هذه الرسالة حتى تؤتي أكلها ويجني الناس من ثمارها لابد أن تستمر، هذا أمر طبيعي، لابد أن تستمر، لأنه لا يمكن أن تكون هذه الرسالة خاتمة الرسالات وهي تصل إلى نقطة زمنية معينة وتقف هناك، وإلا لاحتاج الناس إلى رسالة ثانية. والنبي كان واضحا، إلا أنه لا نبي بعده. فإذا استمرار هذه الرسالة هي بحاجة إلى شخص مثل رسول الله فيه نفس صفات رسول الله صلى الله عليه وآله. الله تعالى لم يجد بعين الغيب بين كل المخلوقات أحدا مؤهلا لحمل هذه الرسالة إلا أمير المؤمنين الأوحد علي بن أبي طالب. سلام الله عليك يا مولاي. السلام. فإذن هنا ندرك أنه لو لم يكن علي عليه السلام موجودا لما استمرت رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. وعند القول بعدم استمرار رسالة رسول الله يعني النبي ليس هناك غاية من خلقه وإيجاده إلا الرسالة، والرسالة انتفت فانتفت الغاية من وجوده وإيجاده صلى الله عليه وآله، فالغاية اكتملت حينئذ بعلي عليه السلام. والنبوة والإمامة لابد من أن هناك عنصر يربط بينهما ويحفظ هذين الأمرين. لما؟ لأن الإمامة في الواقع هي روح النبوة التي كشفت عنها آية التبليغ،
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت الرسالة. يعني جسدا بلا روح، يعني رسالة بلا استمرار بلا بقاء. البقاء في ولاية وإمامة علي عليه السلام، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. فإذا الإمامة تشكل روحا للنبوة، والنبوة إنما تبقى ببقاء روحها التي هي الإمامة. هذه الإمامة كان لابد أيضا من أن يحفظها ويدافع عنها من؟ روحه الثانية فاطمة روحي التي بين جنبي صلوات الله عليه. فمن هنا الزهراء عليها السلام هي التي كما أنا قلت في آية التطهير هي التي حفظت النبوة والإمامة من الاندراس، ولولاها لاندرست النبوة والإمامة. وبربك ما كنت ألفيت شخصا تحت السماء وفوق الأرض يوحد الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى، يعني أي يعني أن الدين قائم على ركائز ثلاث: محمد علي فاطم. اللهم صل على محمد. شأن أي أمر له ركائز عديدة، إذا عدمت ركيزة لم تؤثر الركائز الباقية تأثيرها كما إذا اجتمعت. هو هذا المراد. فإذا هنا عندما كانت الزهراء، وهذه الرواية منسوبة إلى الإمام العسكري عليه السلام: نحن حجج الله على الخلق، وجدتي فاطمة حجة الله علينا. هو أمر طبيعي، يعني هذا الحديث منسوب إلى العسكري صلوات الله عليه، لكن مضمونه موجود في الروايات والنصوص. نعم، من هذا المعنى أن الزهراء هي التي كانت سببا في بقاء هذا الدين، حتى أثر وجود الحجج الأنوار التسعة من ذرية الحسين عليه السلام أثرها في نفوس الناس. فمن هنا كانت الزهراء حجة على المعصومين صلوات الله عليه. حسنت. السؤال الثالث: نحن نقول اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فنرجو من سماحته شرح معنى السر المستودع فيها. يعني هذا إذا شرحناه فخرج عن كونه سر أولا. ومعنى السر أنه لا يظهر إلا عند أهله، وليس عيبا إذا ادعينا أننا نجهل هذا السر بخصوصه، لكن بصورة عامة كما أشار البعض يحتمل أن يكون السر هو المهدي المنتظر صلوات الله عليه وسلم، ولكن ليس عن نحو الجزم، وألا نكون قد أننا ندعي أمرا نجهله. أنا من جهتي كفرد كعلي بحسون فعلا لأكون منصفا بين أيديكم، أنا لا أعرف ما هو السر، وإلا خرج عن كونه سرا وبطل الدعاء، يكون الدعاء له أمد محدد. فإذا قلنا بالسر مستودع فيها، فإذا بينا هذا الأمر وكنا على علم به فخرج عن كونه سرا ولم يعد للدعاء معنى مستمرا، فكان له معنى مؤقت، وهذا بعيد في حق الدعاء. فأعتذر، لست قادرا على كشف هذا السر. أحسن. لست قادرا لست على كشفه لأدعي أنني أعلم، لا علم لي، فأنا جاهل بهذا السر. ونحن الآن كنا نتحدث عن نكران الذات، أن لا ندعي أمرا نجهله على حساب أهل البيت عليهم السلام. السؤال يقول: ليتكم تعيدون بيان سر خروج الزهراء عليه السلام. نعم. للقوم ووقوفها على الباب دون أمير المؤمنين. نعم. علي عليه السلام هو الذي يرجع إلى قراءة النصوص التاريخية في هذه الحادثة بالخصوص. أولا، معالجة هذه القضية كان بطريقة سخيفة في الأساس. يعني عندما يأتي شخص ليقول أنت ترضى لزوجتك أن تواجه الأجانب وأنت موجود في البيت، كثير من يسأل، فتتحرك هنا غرائز الرجال وغيرة الرجال على الأعراض، فيقيسون عليا عليه السلام على مقاسهم
بدل أن نقول للناس ارتقوا نحو علي عليه السلام في الصبر، نقول لعلي اهبط إلينا واترك الصبر واسحب وسل سيفك. هذه طريقة في الواقع عندما تخاطب فيها غرائز الناس هنا يتعطل دور العقل. حقيقة لا يمكن في معالجة المشاكل فعلا أن نجمع بين دور العقل ودور الغرائز. أنا الآن أضرب مثالا لأرجع إلى قضية الباب، تلك المأساة الكبرى، تلك المأساة الكبرى، لأنه في هذه المأساة شرع الظلم على آل محمد صلوات الله صلى الله عليه محمد وآل محمد. فعلا هي المأساة الكبرى ظلم فاطمة صلوات الله عليها. أنا الآن أضرب مثالا، نفترض أنا أنتمي إلى جهة سياسية معينة وصار عندنا انتخابات، هذا بتصير في كل البلدان، صار عندنا انتخابات وأنا مثلا نفترض أنه إما مرشح نفسي أو أختار شخص وعندي خصوم بالانتخابات، هذا بتصير عند كل الناس، عندي خصوم. نفترض أنا على المنبر أخطب بين الناس وأوجه الناس اتقوا الله، احقد الدماء، اصبروا، صابروا، رابطوا إلى آخره. هنا أراد أحدهم، أحد أخصامي مثلا، أن يستفزني، فقال لي بين الناس يا شيخنا الحجية مالتك ضربوها بالساحة، ساحة البلد عندنا يعني، ضربوها بالساحة وأهانوها. أنا هنا بين خيارين، أنتم الآن رجال وعندكم غيرة على أعراضكم، لكن في الموقف كيف تتصرفون؟ تفتوا. أنا هنا بين خيارين، إما أن أخذ السلاح وأقاتل خصمي لأنه أهان زوجتي أو عرضي، وبالتالي سوف يتسبب ذلك بسفك الدماء، أو أن أصبر على طخية عمياء كما قال الأمير عليه السلام في نهج البلاغة في خطبة الشقشقية، وفي العين قذى وفي الحلق شجع، ألم يقل هذا صلوات الله عليه؟ سلام الله. يعبر عن مدى الأسف والحزن الشديد. أو لا، أحقن الدماء وأقول ما مشكلة، أنا أتحملها لنفسي، ولكن أحقن دماء أهل بلدي. هنا إذا ذهبت بغريزتي لأدافع وأقاتل حتى جماعتي في يوم من الأيام سوف يحملونني المسؤولية في سفك الدماء، ليقولوا لي لو صبرت وانتظرت ألم يكن أحسن وأجلى في الموقف، لماذا تحركت وسفكت الدماء؟ وهم الذين حركوني، التفتوا، ولكن في نهاية المطاف يقع اللوم عليه. لكن لو ذهبت إلى الخيار الثاني الذي هو خيار صعب في الحقيقة، وما الصبر أيها الإخوة إلا في موطن لا رضا للنفس فيه؟ هل اجتمع يوما الصبر مع رضا النفس؟ أنت مثلا هذه أكلة لا تحبها، أو أنك تحبها تأكلها بشهية، تقول أنا أصبر على أكلها. الصبر يكون على المر، الصبر لا يكون إلا على موت لا ترضى النفس به، هذا الصبر. فلذلك هذا التسخيف، أنت ترضى واحد يضرب زوجتك وقاعد بالبيت، وهكذا التسخيف. من قال أن عليا راضي يا حبيبي بالتعبير اللبناني؟ يا حبيبي من قال لك أنه علي بن أبي طالب راضي؟ لأنه بلبنان. من قال لك أنه راضي علي بن أبي طالب؟ ليس راضي، لكنه صابر. فإذا لا،
علي عليه السلام كان واضحا لأسالمن، هو لم ينف الظلم عن نفسه، قال أنا مظلوم، وقال أنا مظلوم. يوما من الأيام جاءه رجل يشكوه، يا أميرا إني مظلوم، قال إن كنت مظلوما فأنا المظلوم الأكبر صلوات الله عليه، فأنا المظلوم الأكبر. جلوسه في البيت 25 عاما، هذا نفس هذا معجزة من المعاجز الإلهية. جماعة علي بن أبي طالب صاحب القيادة العليا 25 عاما جلس في بيته، أي صبر هذا؟ يوم من الأيام يقول أبو هريرة كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله، هو يقول وسلم، يقول وآله، يقول إذ أقبل علي بن أبي طالب، الله عليك يا قال يا أبا هريرة أتدري من هذا؟ قال نعم، هذا علي بن أبي طالب. عجيب، وكأن الرسول يسأل عن ذاته، وكل الناس بيعرفوا علي بن أبي طالب. قال يا أبا هريرة هذا الشمس الطالعة، يعني الكون كله يستفيد من علي عليه السلام، هذا الشمس الطالعة، هذا البحر الزاخر أوسع من الدنيا قلبا، لو لم يكن هكذا علي عليه السلام صبر هذا الصبر، سلام الله عليك، أوسع من الدنيا قلبا وأسخى من الفرات كفا. يا أبا هريرة من أبغضه فعليه لعنة الله. فإذا القضية قضية تكليف ووظيفة وصبر. لما؟ اسمعوا لما خدمتكم. بعد طبعا أنا يمكن الآن تجاوزت الحد، والإخوة أهل العلم الفضلاء أساتذتنا حاضرين، بس اعذروني مأجور. أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندما اجتمع القوم في سقيفة بني ساعدة في تلك المؤامرة الكبرى التي عبرنا عنها بالانقلاب، عبرت عنها الآية بالانقلاب، انقلاب غريب عجيب، أخذوا البيعة للخليفة الأول إلى آخره، الناس مشيت معهم، صارت معهم، صار هو السلطة، هو على رأس السلطة، صارت السلطة بيده. بالتصنيف السياسي اليوم علي بن أبي طالب عليه السلام صار معارضا متمردا على السلطة. هو الغاية هنا أنهم أتوا إلى دار علي عليه السلام ليأخذوا البيعة منه صلوات الله عليه. هنا أمير المؤمنين فعلا لو بادرهم وخرج إليهم لأعطاهم العذر الكبير في مقام أخذه، وأنه أخذناه لأنه تمرد علينا وهو لا يريد البيعة مع أننا قصدناه. أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن يدفع عنه، التفتوا، لا يرفع، أن يدفع من الأول، أن لا يتلبس بلباس المتمرد على السلطة في نظر الناس. إن قلت عجيب كيف ينظر الناس إليه وهو المتمرد على السلطة، والنبي قال علي مع الحق والحق مع علي والقرآن مع علي وعلي مع القرآن إلى آخره، نقول لو صدق الناس بهذا وآمنوا به لما وصل الأمر إلى ما وصل إليه يا أخواني. فالناس تركت كل هذه الشعارات المدوية التي يهتز لها عرش الله ومشوا مع أخصام علي عليه السلام، لأن ليس عندهم نكران للذات، ذاتهم كأن الوجود اندك في ذاتهم، كأن الكون، وجود الكون اندك في ذاتهم، صار محور وجود الكون هو هذه الذات، فلم يروا بعد إلا هذه الذات. الناس هكذا على كل حال، فآمنوا بهذه
الشخصيات الجديدة في الإسلام. فجاءت الزهراء عليه السلام لأنها هي المكمل للنبوة والإمامة في مقام الاحتجاج، وهذا معنى من المعاني لولا فاطمة ما خلقتكما. فجاءت لتحتج عليهم فقط، لا لأن تذكرهم، لأن المخاطب ليس عنده قابلية أن يتذكر، فقط لأجل أن يكون هذا الاحتجاج تاريخي لتثبت أين الجهة الصحيحة من الجهة غير الصحيحة. ولذلك سلمان ماذا قال؟ إن في البيت فاطمة، قال وإن قطع عليهم كل الأعذار. بعد سلمان قطع كل الأعذار. فإذا مسألة المواجهة كان لها غاية وهدف، لا أن المسألة والله علي بن أبي طالب قاعد بالبيت وهو استغفر الله، علي بن أبي طالب مسألة الغيرة عندهم، هو أبو الغيرة بعد، أبو الحمية بعد، بس ولكن التكليف. وأنا أذكر رواية بس فعلا نسيت مصدر الرواية، نص الرواية هكذا، في أنه النبي صلى الله عليه قال لعلي عليه السلام في مسألة الخلافة والإمامة وفدك، إلى أن وصلت النوبة إلى فاطمة عليه السلام، قال له هكذا: يا علي تضرب فاطمة وتصبر. بالبداية قال الخلافة، فدك قال أصبر، إلى أن قال له: يا علي تضرب فاطمة وتصبر. هنا أمير من كان جالسا فقام واقفا، الأمر مش أمر عادي. الزهراء قال: أصبر يا رسول الله. قال: أصبر. نص الرواية قال: أصبر. مسألة إخواني، لو لم يكن هذا ما كان علي عليا صلوات الله عليك يا علي، ما كان علي عليا. علي عليه السلام إخوان لا يرى لنفسه وجودا ولذاته وجودا أمام رضا الله على الإطلاق. وكلكم يقرأ ويسمع من الخطباء والعلماء في قضية عمرو بن ود عندما أهانه صلوات الله عليه وتنحى جانبا فاستبطأه المسلمون، لماذا لم يقتله عندما جاء وبيده رأس عمرو؟ فسأله النبي عن ذلك فقال أنه لا أريد، بمعنى الرواية، أن أقتله لنفسي. هذا علي بن أبي طالب، مع أن القتل مشروع، يعني قتل عمرو أمر مشروع على كل حال، حتى لو قتله علي لنفسه وهو في نفسه رضا الله، مع ذلك أبى علي إلا أن يكون لله إلى الله مباشرة. هذه الشخصية بربكم لو كلفت بالصبر على أمر مما كان، ألا يصبر؟ أصبر. ولا ما كان علي عليا؟ ما كان. يعني نحن الآن أنا أفسرها بطريقة ثانية، اسمحوا لي وأطلت الكلام عليه. النبي قال: ما أوذي نبي كما أوذيت أو مثل ما أوذيت. يعني كل جهود الأنبياء لو اجتمعت لا تصل إلى ما تحمله رسول الله في الأذية صلى الله على الإطلاق. ما أوذي النبي مثل ما أوذيت. وعلي عليه السلام، هذا طبعا هذا يعني أن رسول الله فيه المؤهلات التي تؤهله للوصول إلى هذا المقام في النهاية. هذه بنفسها بعينها بذاتها، هذه الصفات مؤهلة هي في علي عليه السلام صلوات الله عليه. فتصوروا الأذى أكثر من هذا بعد، نقول علي يصبر أكثر. يعني لو اجتمع كل ما تعرض له الأنبياء من ظلم لا يمكن أن يصلوا إلى الدرجة التي تحمل فيها علي عليه السلام. سلام.
فنحن علينا أن نفكر أن عليا عندما يقول عنه النبي أوسع من الدنيا قلبا، هو هذا. كيف يمكن لهذا أن يتحمل؟ وهل خروج نساء الحسين عليه السلام مع الحسين ألا يخالف الغيرة؟ هذا الذي ينادي بالغيرة ألا ينافيها؟ لكن التكليف واقع عليه، هو هذا. يعني أن يرضى علي عليه السلام أن تواجه الزهراء الأجانب لعلة تكليف إلهي، أليس في نفس السياق أن يرضى الحسين عليه السلام أن تسبى وهو لم لا يرضى ولم يرضى ولن يرضى، لكن هذا أمر مكلف به فيصبر عليه؟ مش معنى أنه يرضى بالسبي، قطعا لا، لا يمكن أن يرضى بالسبي، لكن هذا أمر كلف به الحسين عليه السلام. فكل هذه الوقائع في سياق واحد. فإذا قلنا هنا كيف، فلنقل هنا كيف، ولنسأل في غيره كيف أيضا، كله في سياق واحد. حسنت، حسن الله عليك. إخواني، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. نجدر الشكر والعرفان لسماحة الشيخ علي بحسون على هذه المحاضرة الشيقة، ونذكر إخواني المؤمنين وأخواتي المؤمنات بأن المؤتمر مستمر لليلتين إن شاء الله. الصلاة والسلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا بنت رسول الله، يا أيتها البتول، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة. يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنت النبي زوج الوصي روح الكمال.